والجميل ان الجهاز الفني في النادي الاهلي دايما بيقسم المباريات لمراحل، او الدوري وبطوله افريقيا بيقسمهم لمراحل. مرحله انتهت خلاص، صح، اللي هي كانت قبل مباراه الامس امام بتروجيت، كانت مرحله مهمه جدا. النادي الاهلي كان حقق 8 انتصارات متتاليه. ابتدينا في مرحله جديده بدايه من مباراه الامس امام بتروجيت، النادي الاهلي حقق الانتصار التاسع، وبعد كده داخل خلاص في بطوله دوري ابطال افريقيا. البعض قلقان شويه من مباريات النادي الاهلي خارج مصر، لكن اكيد كلنا ثقه بعد الاداء والشكل الاكثر من رائع اللي ظهر عليه النادي الاهلي خلال مباراه الامس، ان الفريق ان شاء الله هيحقق نتيجه ايجابيه، ومنتظرين بشكل كبير جدا ان شاء الله الفوز واستغلال الحاله اللي مش ممتازه بشكل كبير بالنسبه لفريق فيتا كلوب، وان النادي الاهلي ان شاء الله يحقق الفوز وثلاث نقاط تضمن الصعود بشكل رسمي ان شاء الله لدور الثمانيه، وده الهدف الاساسي والرئيسي والاسمى يا عمر، ان الفريق ان شاء الله يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي باذن الله. عجبني قوي امير الروتين.